ثابكم الله. رجل تزوج بامرأة وأنجبت له بنتا، ثم توفيت الأم، ثم تزوج بامرأة أخرى، ثم تزوجت البنت وأنجبت له وأنجبت هل أبناء البنت الذكور يكونون محارم للمرأة الثانية؟ لا، لا يكونون محارم للمرأة الثانية، وإنما يكون أولاد البنت، يكون الزوج أمهم الأول محرما لهم، يكون محرما لهم زوج، لأنهم ربايب له، أولاد بنت زوجته ربايب له، أما أولاده لا، أجانب، أجانب من هذه البنات.